شو كيف هالحلقة طلعنا؟ كيف الحلقة طالعة؟ حلوة حماسية حلوة؟ أماري كيف كانت؟ منيحة؟ حلوة المقابلة حلوة؟ وهي يعني جريئة عن جد. كان شي سائل؟ كان شي سائل بقصة إذا الناطور سوري أو لبناني أو مصري؟ لا صار بنسأل السؤال يعني هو سؤال سائل بس إنه مجبورين نحكي عنه يعني مش انت السائل السؤال السائل مجبورين بلا انا حسيت حالي هيك شوي لا انه هيدا السؤال على فكره كثير يعني موضوع انطرح اونلاين يعني ما فينا نتجاهله كثير عندنا ناس عم مثل ما عم شوف عم تحكي عن موضوع التحرش اذا عبالكم كفي بهذا الموضوع نحن مستعدين باي وقت وهي جبنا الشريط هلا تيرجع البرنامج لازم نرجع تيرجع على الطربوش اهلا وسهلا فيكم تيرجع على الطربوش هو عنوان حملة للتمويل الجماعي بدأت وعم بتلاقي صدى واسع واهتمام من قبل وسائل الاعلام كنا مفكرين نحن اول مين شافهم بس عم شوفكم وين ما كان برحب بالياس حداد مطلق حملة ليرجع الطربوش وبرحب بشريكته بهالمشروع المصممة ديان فرجان اهلا وسهلا فيك اتنيناتهم عاشوا الاختراب بباريس ولما رجعوا قرروا يلعبوا بالطربوش خلينا نشوف هالتقرير هيدي صورة لبنان اللي حملها الياس حداد بقلبه وسافر فيها لفرنسا أول ما تخرج من الجامعة بمنتصف التسعينات الياس عاش 10 سنين متواصلة بباريس واشتغل بمجال الإدارة والأعمال وهنيك اكتشف إنه الصورة اللي بيعرفها الأوروبيين عن لبنان مختلفة تماماً وهي متأثرة بالصورة النمطية للعرب بالأفلام الأمريكية ووسائل الإعلام الغربية Hi, my name is Elias Al-Haddad and I'm here to talk to you about a project that is going to help us reclaim our culture. الشعور بالغربة الدائمة بباريس دفعت الياس للعودة لبيروت وهون اكتشف مجتمع شاب بينبض بالحياة ولكن مسلوخ عن جذوره وتراثه So I thought to myself, what if our traditional culture can be modernized to reflect our current times? من هون اجت فكرة الطربوش ليه ما منرجع الطربوش كول من جديد؟ تنقل الطربوش اللي بنعرفه اليوم من اليونان للسلطة العثمانية من بعدها للعالم العربي وإيران بلبنان درج الطربوش كلباس رسمي للرجال من نهاية القرن 18 وحتى منتصف القرن 20 بالستينات بلش الطربوش يختفي عن رأس الرجال اللبناني ولكن ضل رمز للرجولة والأصالة على التلفزيون حتى بداية الحرب منتصف السبعينات الأخر شو عملت؟ صرت بالليل نايم وحدي؟ بالنهار اربط على خصري وروح في يلزمني مطرح ما اروح اليوم عم يحاول الياس حداد انه يرجع الحياة للطربوش ولتحقيق هيدا الشيء الياس بده منكم المساعدة اهلا وسهلا فيكم الياس وديان هيدا الطربوش اللي لبسناه كيف اول شيء لبقلي؟ كثير فظيع كثير حلو ببقى فيها بشيله شفت النقل النوعية بين القديم والجديد شفت النقل النوعية بين راسي بطربوش وراسي بلا طربوش معقول يرجع كول الطربوش او هذا اللي عم نعمله يعني مثل ما شفنا بالفيديو نحن عم نقول صار 60 سنه مختفي وفي يرجع يولد بشكل كونتمبوراني يعني للوقت ينبس كل يوم يعني شو المشكله انه يختفي بحقول لك شو حرام يعني مثلا انت كانك بباريس يعني عم تقولي للعالم البسوا مثل ما كنتوا تلبسوا بالقرن 18 او عم تروحي على لندن عم تقولي لهم حطوا البيروك البيضه اللي كانوا يحطوها مش نفس الشيء هو منفكر انه الطربوش القديم وعليه سحر انه لانه الشابو شرقي ما لازم نلبسه بقى بس هو بس مشكلته كانت انه قطع عليه يعني قطع الزمن على الديزاين القديم تبعه لانه وقت بلشنا نقرا عن تاريخ القبعات فهمنا انه حتى الشابويات بالغرب اتطوروا مثل حالها قطعه الثياب يعني مثلا التوب هات الانجليزي تحول على الملون يعني تشارلي تشابلن وقت لبس الملون مع الزوايا الاكثر ايروندي خلق مثل موضه جديده للشابو بس هي فكره ما بعرف يعني انت كديزاينر ممكن تكون بتعرفي اكثر بتطور اللباس ممكن هي كل الفكره لباس الراس للرجل انتهت الا اللي بنحطها يعني الا العمليه يعني بطلت الا مدلول اجتماعي بتدل عن مستوى الواحد التعليمي او الطبقي اليوم بتحطي شيء على راسك كرجل يا اما كرمال الشمس يا اما كرمال البرد مزبوط ما مشان هيك هذا اللي جربنا نعمله
يعني هذا الطربوش كانوا يختفروا فيه، بس ما كان ولا يخبي الدينان ولا يحمي عن السقعه ولا شيء. دونك هلا نحن جربنا نعمله انه وسعنا شوي القالب تيفوت اكثر بالراس ويحمي عن الشمس والسقعه كمان. عم بعثوا لك شي شغله كثير مهمه، قبل كان دريس كود شابو كان بالزي تبع الرجال، نعم. اوكي، بس من 20 سنه لليوم صار الشابو كفاشن اكسسوري، بطل شيء مجبور الرجال يلبسه لانه هو من طبقه معينه. بس انت عم تتخيلني هيك مثلا ماشي على الطريق؟ ليش لا؟ فيك تلبسه، ها فيك تلبسه مع، فيك تلبسه مع تيشرت ابيض وجينز ازرق، مثل فيك تلبسه مع، لا بس انت انتوا كمان بدك تحط، انا حتى انت بدك تحط، مش مع الكرافات، مش مع، مش ليه ليه ليش لا؟ لا فيك كمان مع كرافات، بس انه اصعب توصل مثلا على الشغل مع تربس، انه قصدي فيك تلبس، تلبسه بطريقه كاجوال. بس هذا شو بيحميني يعني؟ هو بس منظر على راسي او ممكن مثل ما قلتي انه بالشتي وال، لا ايه بيحميك عن السقعه عن الشمس. هلا هو عنده هيدا برنيطه مثل ما بتلبس بني، دخلنا له دفشه صغيره بتحمي شوي من الشمس. بس تعرف انت انه بالتياب مش دائما لازم يكون لشيء براكتيكال، فيك تلبسه بس للستيل يعني. ايه صار اكسسوار يعني. اتس فاشن اكسسوري اجين، اذا بدك تعطي لحالك ستيل شوي ميليتير او 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 شوي هيك كول او بتلبسه مع اجين مع مع سنيكرز. كيف بلش المشروع؟ كيف بلش المشروع؟ انا وقت رجعت على بيروت بعد 10 سنين اغتراب، اوكي، عشت 10 سنين برا، شفت انه بيروت تغيرت كثير ولبنان، انه بين ال 2005 وال 2015 بتعرف في كثير انتربرونور عم بيتحشوا بكثير مجالات. وقت رجعت على بيروت انا كان بدي اشتغل كمبادر او كانتربرونور، والهيستوري اوف فاشن شغله عندي شغف لها، لانه بتعرف انه تياب بأثروا على البشر وبأثروا على المجتمعات. بقلت اوكي انا طالع على بالي اخلق براند شرقي عندها يعني ايدنتيتي شرقيه متجدده، وقلنا انه طب اوكي نحن جايين من الشرق وعم نقول نبلش براند كاجوال وير، بدنا نبلش برمز قوي شرقي، وقلنا انه طربوش انه ليه بعد ما حدا عامل شيء فيه، صرنا نفهم شو قصته. هو انشغل على الشروال، ديان اشتغلت على الشروال من كثير زمان، من 12 سنه. ايه انا بلشت. انت كل ما حدا بده يفتش على شيء بده يجدده بيروح لعندك. لا انا هيدي، انا هيك بلشت. اختصار هوايتك. ايه هيك بلشت كمصممه ازياء، يعني جددت الكوستيم اللبناني، بس بعد ما وصلت للطربوش بس وصلت لإلياس. بس زمان شيء في شغله مهمه، نحن مثل ما كنت عم بقول انه الثياب والموضه بأثروا على البشر، بتعرف الطربوش قبل كان بس يلبسوا رجال، واليوم بمجتمعاتنا هذا الطربوش بيرمز للرجال العربي المهرجل الختيار التعبان، او او يعني هذه الكرامه والعنفوان والاصاله والضيعه. ايه كان مزبوط، ايه بس نعم. انه اليوم بطل كول يعني، اليوم عم تقول لي صعب، ايه مثل للختياريه يعني، اليوم هذا الطربوش للختياريه وكم يعني مش هيدا خد ايه. سمارت فون مثلا من 10 سنين سمارت فون كان يشبه شيء، اليوم صار بيشبه شيء ثاني، القصص تتطور يعني. انت هلا عم بتقول انه هيدا يعني النوكيا تبع ال 94 وهيدا وهيدا الايفون 10 100%. ايه انا ما كان دعم داعي، بس ايه سمارت فون. بس هيدا عم نقول انه صار بس بلا سمارت فون. ايه هيدا كمان صار عم بتحولوا له، عم نحرره يعني، عم نبعث رساله تجدد وعم نبعث رساله تحرر، يعني عم نقول انه القبعه الشرقيه اللي كانوا بس الرجال يلبسوها هلا صارت كمان لا. للنساء. رحله انه توصل لهون اخذت يعني معك مشوار طويل، رحت على اوروبا على ايطاليا مثل ما عم نشوف بالفيديو اللي حاطينه. انت كيف يعني وين تدخلك كان باعاده الحياه للطربوش ليصير بهذه الحله، وليه هيك؟ ليه هيك شكله؟ لانه جربنا يعني هاو يعني كيف ايه جربنا نترك شوي هذا. اول شيء ما بعرف مين صمم هذا الطربوش بايامها، بس ما منه كثير براتيك يعني، دونك جربنا نخلي له زيت الشكل، ومثل ما قلت لك وسعنا له ال هرجع البسه، بكون عندك شكل الطربوش اوكي مع الدفشه، مع الدفشه والشرشوبه اكيد بدنا نلغيها بدل يعني. يعني ما كانت عمليه تبقى الشرشوبه اكيد، دونك حطينا التو سترايب على جنب تضل مبينه شمال يمين. نعم في خطين كل واحد من ميله، لانه وقت اذا بتلبسه بتمشي وقت تتحرك يعني حركه بتذكر بتذكر بالحركه تبع الشبابه. بحب اعرفكم
اثنيناتكم على يوسف عقية. يوسف عقية تعرفنا عليه من بلدة يحشوش بكسروان، هو من آخر الأشخاص اللي عم يشتغلوا بعدهم وعم يعملوا اللبادة على الطريقة التقليدية. مزبوط. كيف ورثها من جده وبعده بيعملها؟ خلينا نتعرف عليه. هيدي الحرفة تعلمتها من مرحوم جدي، لقيتها صعبة أول شيء، بس بعدين بس بلشت أنا وحدي كل مرة لقيها أهي من مرة، تصارت هاي اللبادة. هي أساسها من أيام الفينيقيين، بتنعمل بالصوف الخروف والمي والصابون، هلا بطل حدا يلبسها، صارت تراث بس. في اللبادة الأساسية أنا اللي تعلمتها، بعدين صرت أخترع البرنات كوي بوي، كاسكات أرسم عليها العالم اللبناني، في عندك إحساس، بتحس بإيدك عم تشتغلي بالصوف، يعني بتحس بالشغلة بإيدك عم تستغليها. في شعور غير المكنة مكنة حديد. حلو الدال المستمرة، إنه حرفة تراثية، إذا الواحد دال مستمر فيها بدال ذكر للتاريخ. وهلا إن شاء الله هالجيل الجديد إن شاء الله بعد يهتم فيها ودال اللي حافظ عليها، لأنه في أشياء حرفة كتير مثل حرفتي كمان عم تنقرض عم تخلص. شو الفرق بينك وبينه؟ يعني بين هو اللي عم بجرب يعملها على الطريقة التقليدية وبين أنت اللي عم تجرب اليوم تغيري بالطربوش؟ شي كتير حلو اللي شفته، ما كنت عارف انه في واحد عم تجا بعده بيعملوا دلبادة، وحلو انه عم بجرب يجددها يعني. نعم. واشتغلتي مثلا ممكن تشتغلي على اللبادة يعني أكيد. كخطوة تانية؟ أكيد. ما بتعتبري عم تنزع انت شي تراثي، بتعتبري عم تطوري او عم ترجعي للحياة؟ عم برجع انه هذا شي تاريخي يعني. نعم. انه ما في حدا ما عنده طربوش ببيته. نحن عندنا جوا بالديكور طربوش. انه ايه انا كل صور جدي وجد جدي عندهم. نعم. طربيش. الياس، هلا انت امام تحدي ليمشي مشروعك بحاجه، طلبت من الناس يساعدوك، طلبت 25000 دولار لازم تامن هذا المبلغ لتقدر كل اللي حكينا عنه تحققه. صرت لحد هلا مجمع 10000، يمكن انت من اكثر الناس اللي تم التجاوب معك والناس عم تتبرع لك انه عملنا طربوش جديد. شو بعد بدك من العالم وليه عم تطلب منهم يساعدوك ويدعموك؟ شو بدك تعمل بهالمصاري؟ اوكي، هدول الحملات التمويل الجماعية مثل كالتشر موجودة على اثنين بلاتفورم كتير معروفين بالعالم، اوكي، بيناتهم انديجوجا اللي نحن عليها. وقت يكون عندك فكرة بدك تسوقها وبعد ما عم تلاقي انفسترز بتروح على هيدي البلاتفورم وبتحط ولحد هلا انت اوكي. نحن بدنا نجمع 25000 دولار تا راضي من النتيجه لهلا؟ لهلا صرنا مجمعين 13000، يعني طلعنا فوق ال 50%، بعد عنا ثلاث جمع يعني بجمعه بس وصلنا لهيدي النتيجه. كان فيك بلينا يعني يمشي حالك. لا رئيسهم بس انا بدعي كل المشاهدين اللبنانيه والبلاد العربيه انه يفوتوا عندي جوجو ويحطوا بوشيز اسم البراند تبعتنا يلي جاي من طربوشي بدو هذه الكلمه. وفيك تفوت باوروبا بهالديزاين؟ اكيد في كثير انواع شابوات بالسوق باوروبا وبكل العالم، اكيد عنده محله حد باقي شابوات. هذا حلمكم يعني بالعالم او بلبنان اليوم؟ اكيد نحن عم نبلش هون بس حلمنا اكيد ننشر. نحن بس كان بدي اقول شغله انه مش تبرع بلاش، يعني العالم بسموهم باكرز يلي بفوتوا تيدا. كل حدا عم يتبرع بمصاري رح يطلع له شيء بالمقابل. ايه بنقوا هن بنقوا. شكرا لكم، يعني بتكونوا عم تحزوا طربوشكم قبل الوقت. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. استراحه ونرجع. إذا حابين تكونوا سبب بإعادة الطربوش وإذا حابين تكونوا من أول الناس يلي بيحصلوا على هيدا الطربوش الجديد، فيكن تفوتوا على موقع انديجوجو على الحملة المخصصة لبوشيز، في اليو ار ال بتشوفوه على الشاشة. وإذا حابين تعرفوا الوج اللي بيوقف وراء أشهر أو إحدى أشهر صفحات الفيسبوك بلبنان لبنيز ميمز، خليكن بعد الفاصل. بلا طول سيرة مستمر معكم بعد الإعلان.